مفيش شك انه من ابرز واهم البرامج الحمائيه اللي اتعملت بعد 30/6 هو برنامج تكافل وكرامه. هذا البرنامج بدا فعليا في عام 2015، دلوقتي وصل عدد المستفيدين منه لحوالي 5,200,000 اسره تستحق الدعم، يعني بنتكلم في حوالي 20 مليون مواطن تقريبا. التكلفه وصلت كام؟ التكلفه وصلت 31 مليار جنيه، ودي التكلفة السنوية بسنت. حقيقي البرنامج ده في الحقيقة هدفه مش بس انه يدعم دعم نقدي، لا ليه أهداف تانية كتير اقتصادية واجتماعية وكمان إنسانية، موجه في الأساس لفئتين. الفئة الأولى خلونا نتكلم عنها، هم الفئة الأولى بالرعاية اللي عندها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، دول بيطبق عليهم برنامج تكافل. طيب إيه هو برنامج كرامة؟ برنامج كرامة موجه لكبار السن اللي فوق 65 سنة واللي ما عندهمش القدرة على العمل أو ما عندهمش مصادر دخل ثابتة أو أي حد عنده نوع من أنواع الإعاقة اللي بتمنعه من العمل أو الكسب وبرضه ما عندهمش دخل ثابت. من هنا بقى بسنت تظهر فلسفة تكافل وكرامة. طبعا هي بكل تأكيد فلسفة ليها علاقة بقضية العدالة الاجتماعية، بتحتاج لرؤية جذرية وشاملة من خلال إعادة توزيع الدعم عشان يصل بالفعل لمستحقيه الفعليين اللي هم الأسر الأولى بالرعاية والفئات اللي زي ما كانت بسنت بتقول اللي ما تقدرش ان هي تشتغل او ما عندهاش مصدر دخل ثابت، هم دول الناس بالفعل الأولى بالدعم، هم دول الناس الأولى بالرعاية المستحقين بالفعل لمظلة الحماية الاجتماعية. كمان الجانب الاجتماعي المهم في برنامج تكافل انه في الحقيقة ساعد في التقليل من معدلات التصرف في التعليم اللي كنا بنشوفها قبل كده، لأن الدعم ده مشروط بأن الأطفال ما يسيبوش المدرسة، كمان بيتم متابعتهم من الناحية الصحية. كل دي مستهدفات قدر برنامج تكافل وكرامة أنه يحققها وأنه يتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لكل الفئات المستحقة للدعم. احنا في الحقيقة في الحلقة النهاردة مركزين على الموضوع ده وهنتكلم عنه بالتفاصيل بالإضافة طبعا إلى موضوعات أخرى، فخليكم معنا لغاية الساعة 10 الصبح عشان نتكلم عن موضوع تكافل وكرامة بالتفصيل مع طبعا الخبراء اللي هينورونا النهاردة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، بنصبح عليكم.